طبعا نتحدث عن إسرائيل وإيران. إسرائيل لا تريد أن تكون دولة مثل إيران دولة نووية، ولا تريدها أن يكون لها أذرع قوية في المنطقة، لذلك بدأت يعني بقص تلك الأذرع وحدة تلو الأخرى وتضعيفها إلى أبعد الحدود، منها من واجه إسرائيل ولم يتراجع، ويعني وشاهدنا مثل حزب الله ويتم قصفه ويتم تدمير غدراته العسكرية، وايضا مثلا شاهدنا تراجع في يعني عند الميليشيات العراقيه بشكل كبير جدا، واللي يعني الحوثيين خلال الاسابيع الماضيه لم يستهدفوا اي ناقله او سفينه في البحر، ولم يستهدفوا اسرائيل الا القليل جدا، وهذا يدل على انه فهموا الرساله بانه الدور اتي لهم. اما بالنسبه لايران بعد التخلص من هذه الأذرعة بالتاكيد بانه ايران اذا استمرت في دعم الميليشيات وتحرك الميليشيات كما نشاهده اليوم، او تحركت من جانب اخر في صنع القنبله النوويه، بالتاكيد اسرائيل لن تنتظر امريكا ان تحل موضوع النووي من خلال اتفاق وما شابه ذلك، فهي ستتحرك مثل ما تحركت لضرب الميليشيات، ستتحرك لضرب المفاعل النوويه بالتاكيد، وهذا ايران يعرفه جيدا. وما يشجع اسرائيل على ذلك عجز ايران على الرد. يعني شجع اسرائيل على ضرب يعني ميليشيات ايران بما تستطيع في حزب الله مثلا والحوثيين وغيرهم، وتشجعت لانه ايران يعني غير ايران عاجزه عن الرد، الدفاع عن نفسها والدفاع عن الميليشيات، وهذا ما يقوله الايرانيين بانه اتخذوا استراتيجيه بانه لا ننجر الى الفخ الذي يعني يريد نتنياهو ايقاعنا فيه، وهو جر ايران الى حرب مع امريكا. فهمت الرسالة إسرائيل بأنه إيران عاجزة، لذلك تتحرك بكل قوة. بالتأكيد نعم، إسرائيل لا تريد إيران نووية ولا تريد لها أذرع قوية نعم. في المنطقة تشكل مثلا استفزاز أو خطر عليها. سيد راضي، هذا يقود إلى تساؤل، ربما البعض يتساءل هل إيران بذلك تتخلى عن حزب الله في ظل كل هذه الظروف؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يوآف جالانت وزير دفاع إسرائيل يقول حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع، لأننا وجهنا له ضربات قوية للغاية في القيادة والسيطرة. ما الذي يعني هذا التصريح من قبل وزير الدفاع في الوقت الذي تقول فيه إذاعة جيش إسرائيل بأن حزب الله أطلق منذ الصباح 400 صاروخ؟ هل هذا تناقض في الحديث؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، هو هل إيران تخلت عن حزب الله؟ لا، إيران لن تتخلى، لكن إيران عاجزة عن الدفاع عن حزب الله، لأن إذا تدخلت بالتأكيد أنه إسرائيل ستوجه ضرباتها إلى إسرائيل، عفوا إلى إيران، وإيران لا تستطيع الدفاع عن نفسها خوفا من يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من أمريكا في هذه الحرب، وبالتالي إيران لا تستطيع مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. يعني إيران وضعت نفسها في يعني أمر صعب جدا ومحرج، لا تستطيع الاستمرار ولا تستطيع الدفاع ولا تستطيع يعني الخروج بحفظ ماء وجهها من هذه المعركة التي فتحتها مع إسرائيل عبر حزب الله وغير ذلك. أما نعم، إسرائيل يعني وجهت ضربات قوية وموجعة لحزب الله، كسرت ظهر حزب الله الآن، لكن هل تراجع 20 عاما؟ الأمر مبالغ فيه، لكن بالتأكيد وجهت ضربات قوية لا يمكن تعويضها يعني خلال سنين طويلة في قادم السنوات. وايضا انا اعتقد انه يعني الصواريخ التي تطلقها اسرائيل في السابق وفي الحال، هي الامور يعني تقاس بنتائجها، ماذا حقق حزب الله بهذه الصواريخ؟ لا يمكن مقارنه يعني ما يمتلكه حزب الله مع ما يمتلكه اسرائيل من قدرات عسكريه وتكنولوجيه. صواريخ حزب الله يعني تسقط في السماء، ويعني صواريخ إسرائيل وقدرات إسرائيل تقتل المئات من اللبنانيين وخاصة من حزب الله، وتدمر كل بنيته التحتية العسكرية والأمنية.